بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد وآله الأطياب الأطهار الميامين. اللهم صل على فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. سلام من الله عليكم سيداتي سادتي في كل مكان، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، وليلة مباركة على الأمة الإسلامية أينما كانوا، ونحن نعيش ليلة الأول من شهر رمضان المبارك. أعاد الله هذا الشهر على جميع المؤمنين والمؤمنات بالخير واليمن والبركات، ورزقنا الله وإياكم الطاعة الحقيقية، رزقنا الله سبحانه وتعالى بأن نكون من المرحومين بهذا الشهر، من المرزوقين إن شاء الله أداء الطاعات بكل ما أوصى به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من خلال خطبته في استقبال شهر رمضان المبارك. حياكم وبياكم وحلقة أخرى من برنامج على أعتاب الضيافة الإلهية. دعوني أرحب بضيفي العزيز سماحة الشيخ الخطيب الحسيني عبد الرسول الفراتي. حياكم الله شيخنا، أهلاً ومرحباً. ليلة مباركة عليك وعلى الأمة الإسلامية، ونحن نعيش ليلة الأول من شهر رمضان المبارك، ونحن جالسون في جنة الله في أرضه في كربلاء، في منطقة رائعة مباركة مقدسة بين الحرمين، بين الحبيب الحسين وبين الحبيب قمر العشيرة. ليلة مباركة ومساكم الله بالخير. ما أحلى الزمان وما أحلى المكان، مكان وزمان يلتقيان فيفرزان هذه الأريحية وهذه الألمعية وهذا التقارب نحو الله تعالى. وأنا أبارك لك وأبارك للمشاهدين والمشاهدات هذا الشهر الفضيل، والذي كما تعلم نحن حقيقة أصبحنا على مشارف شهر الله الذي الله تعالى نسبه له، وشهر ضيافة الرحمن. وكما تعلم وإني أعلم أنك تعلم وإني أعلم أن المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات يعلمون أن من يكون على ضيافة الرحمن هيهات أن يخيب حتما لا، نعم، وهيهات أن يخرج من ضيافة الله تعالى حقيقة بلا زاد معنوي ولا زاد مادي. وفدت على الكريم بغير زادي، وفدت على الكريم بغير زادي من الحسنات والقلب السليم، وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. أحسن، طيب الله الكلام فاس. جيد شيخنا، نحن رغم هذه الضيافة، رغم هذا الرأفة، هذه السماحة، هذا اللطف الإلهي، نحن مقصرون مع الله كثيرا كثيرا. عندما يأتي شهر رمضان نستبشر كثيرا بما قاله النبي صلى الله عليه وآله، بأن من يعمل الخير في هذا الشهر الفضيل يغفر ذنوبه. النبي صلى الله عليه وآله في مقطوعته في كلماته: أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم. هنا يؤكد على موضوعة الاستغفار. وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. طول سجودكم جميل جدا. إذا ما أردنا أن نقف عند موضوعة السجود، الإمام الصادق عليه السلام يقول: السجود منتهى العبادة من بني آدم. بعد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل وهو ساجد، وذلك قوله تبارك وتعالى: واسجد واقترب. دعنا نقف عند أثار السجود وأثره في غفران الذنوب والرزايا سماحة الشيخ الحبيب. كما تفضلت، هاتان الدعامتان المذكورتان في مفردات الخطبة النبوية الرمضانية الشريفة، نعم، وإنما أتى بهما النبي صلى الله عليه وآله من باب أن الله تعالى أراد من شهر رمضان أن الإنسان يتكامل، التكامل الروحي، التكامل الإنساني، التكامل المعنوي. شهر رمضان شهر التكامل الروحي والعبادي. علاوة على هذا، أن الله تعالى أراد من شهر رمضان هو تكريم خاص. هناك تكريم عام وهناك تكريم خاص. الله تعالى في آية جميلة ما أروعها: ولقد كرمنا بني آدم، اللهم صل على محمد، حملناهم في البر والبحر. بني آدم، رحمة الله تعالى لعباده تتجلى هنا، وحنانه ولطفه وعطفه. هذا تكريم عام شامل،
ولكن هناك تكريم خاص، التكريم الخاص الله تعالى بينه في هذا الشهر وأغدقه على المؤمنين والمؤمنات في هذا الشهر. دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. تكريم، نعم. وإنما قيمتك أيها الإنسان بتكاملك وبتكريمك الروحي، يعني الله تعالى ألبس كل واحد منا في هذا الشهر تاج الكرم، تاج الشرف، تاج العز، تاج الشموخ، تاج الانبهار، تاج البراعة، تاج المهارة، تاج الأناقة والرشاقة الجسدية والعقلية والروحية والبدنية على شتى المجالات. وقيمتك أيها الإنسان وهكذا، يا أيها الإنسان إنك في الثرى تلهو وعندك في الثريا موعد. الله. الله الله. يا أيها جميل. الإنسان إنك في الثرى تلهو وعندك في الثريا موعد، فالله علمك البيان لترتقي فرق السماء فشمسها لك مقعد. دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تنظر، وتزعم أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر، وأنت الكتاب المبين الذي بآياته يظهر المضمر، كما يقول الإمام علي صلوات الله عليه. الله تعالى جعلك أيها الإنسان من خلال هدفية شهر رمضان، وأراد منك أنك تعرف قيمتك، أنك كاتبا قبل أن تكون قارئا، أنك شروقا قبل أن تكون غروبا، أنك روحا قبل أن تكون مادة ولحم وشحم ودم وعظم. قيمتنا بروحنا. الله تعالى حينما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم قال: فإذا سويته، إذا جعلته هيكلا بدنيا ماديا ونفدت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نعم، هبطت إليك من المحل الأرفع الروح. لذلك شهر رمضان شهر التكامل الروحي. نعم، يا خادم الجسم كم تسعى لرغبته، أتطلب الربح مما فيه خسرانه؟ أقبل على النفس، الملاك النفس، أقبل على النفس تستكمل محاسنها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وقمة التكريم الإلهي الذي الله تعالى أراده لنا وألبسنا تاج التكريم بينه لأبينا آدم. نعم، حينما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم وبدأ بالسجود، لم يقول أن يركعوا لآدم، أن يقفوا إجلالا لآدم، أم كما يصنع البعض هكذا في يعني حاضرنا أن يرفع القبعة إكراما لفلان، لا، أن يسجدوا قمة العز والشموخ والتكريم وعدم الذل. وقيمته الإنسان هو السجود، وأقرب نقطة التقاء بين العبد وخالقه، بين الرب والمربوب، هي السجود. السجود، حالة السجود. لذلك لو تلاحظ في صلاتنا اليومية كل عمل نعمله في الركعات مرة واحدة، الركوع مرة واحدة، السورة والفاتحة مرة واحدة، ولكن السجود مرتين. وأعظم مكان في الإنسان الرأس، بما فيه من خلايا، بما فيه من خبايا، بما فيه من خلايا وخفايا وخبايا، وهذا الرأس كله يتجلى في منطقة الجبهة. نعم، هنا الله تعالى يريد أنه يعلمنا مرة على التواضع. كفاك أيها الإنسان عجرفة، غطرسة، تكبرا، شموخا، أنا ربكم الأعلى، هكذا. وقيمتك هكذا، أنك تضع أحلى وأروع مكان في رأسك وفي بدنك الجبهة. وعلى ما؟ على التراب، على التراب. منه كنت وإليه تصير، من التراب وإلى التراب. الواقع هذا. لذلك القدامى كانوا يتلذذون بالعبادة، كانوا يتفننون بالعبادة، كانوا إذا وضعوا التربة، وخاصة التربة الكربلائية طبعا، التي تحجب هكذا، الذي عفوا تخرق الحجب السبع كما يقولون، رواية الإمام صادق صلوات الله عليه، كانوا يضعون شيء من التراب على التربة حتى هذه البقعة من التربة، التراب ينطبع على الجبهة. جميل. أنك قيمتك الإنسان هكذا، حاول ألا تتكبر وتشمخ بأنفك هكذا. لذلك حينما تأتي للسجود، أثر السجود يتجلى هكذا. حينما تأتي إلى مدرسة أهل البيت، أهل البيت هم الذين عرفوا قيمة السجود. لذلك حينما الإمام رضا صلوات الله عليه طلب من دعبل الخزاعي في القصيدة المعروفة التائية، دعبل ركز على عبادات أهل البيت في جانب واحد ألا وهو السجود.
ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد للثفنات الثفنات الواقع نعم. ومال السجود من الإمام الكاظم صلوات الله عليه من بعد الفجر حتى زوال الشمس على سجدات متواصلة 5000 مرة هكذا كان يدل الله تعالى. وعلاوة على أن الأكاديميين ركزوا على هذا الجانب أن السجود له آثار أيضا جدا طبية وبدنية، أن الإنسان حينما يتحرك هكذا كالسجود الموجود عندنا نحن في الصلاة المسلمين هكذا، حينما يتحرك وتكون هيكلية بدنية هكذا جميع الشحنات السلبية الزائدة تخرج شحنات الضغوط الحياتية، شحنات الأرق، شحنات القلق، شحنات الكآبة، الشحنات السلبية، ويكون حقيقة بدنه متكاملا إيجابيا روحيا ومعنويا. ومن هنا الله تعالى ركز على هذا والنبي صلى الله عليه وآله بيّن هذا السجود في أعمال شهر رمضان، أنك اغسل ثيابك السوداء واغسل ذنوبك من خلال السجود. هناك قصة جدا جميلة جيد. هناك أحد الصحابة خدم في بيت النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد. النبي قال له: ماذا تريد أن أعطيك أجرا إزاء خدمتك؟ قال له: يا رسول الله، الأجر هو أنه أكون رفيقك في الجنة. طموح، أفضل سؤال سأله ويتحصل عليه إن شاء الله. طموح طموح وطموح، وأقولها حتى ينقطع النفس. زين الإنسان دائما يكون حقيقة ذا الطموح. نعم، كما يقول المتنبي: إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجومي، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. جيد الإنسان دائما يكون طموحه حقيقة راقي راقي، وليس طموح الترهات. نعم، سأل شيئا عظيما بأن نعم. يكون رفيقا للنبي، تميز وإلا ضعت بين الضجيج. فلنتعلم من هذا الصحابي حينما خدم في بيت النبي وطلب أجرا عظيما، وهو أن يكون رفيق النبي في الجنة. على فكرة هنا بين هلالين، كثير من عندنا خاصة نحن الرجال حينما يأتي ذكر الجنة شعورنا، بعضنا طبعا، ذهننا، شعورنا وين يذهب؟ إلى الحور الموجودة في الجنة. عزيزي، جمال الجنة، جلال الجنة، ثمن الجنة، عظمة الجنة ليس في بحورها وليس في حورها وليس في كل شيء، جمالها يتجلى أنك تنظر إلى محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جنة نعم ليس فيها محمد وآل محمد. نعم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى رحمة الله تعالى. جميل. لذلك طموح هذا الرجل طلب هكذا، قال له: يا رسول الله، إن أجري أريده أن أكون رفيقك في الجنة. النبي ماذا قال له؟ قال: فأعني على السجود. الله، لاحظ، أعني أعني أعني. هنا الكلمة لها شطران، أولا حينما تسجد هذا حقيقة يرضيني، ثانيا سيتحقق طموحك. تميز تميز وإلا ضعت بين الضجيج. المتميزون هم المحظوظون، فليكن كل واحد منا حقيقة طموحه ليس طموحا فرشيا بل طموحا عرشيا، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وآله في هذه. حينما أتى النبي إلى كلمة الأنفاس، كلمة النفس، كما أن أيها الناس إن أنفاسكم مرهونة بأعمالكم، يعني أيها الإنسان بإمكانك أن تشتري الجنة من خلال نفسك. أنا لا أريد أن أفسر هذه المعنى، فلندع الإمام أمير المؤمنين يفسر هذه المعنى في بيت شعري جميل: أنفاس عمرك أثمان الجنان، فلا تشري بها لهبا في النار تشتعل. طيب، الله أنفاسك، والله أكرمك. أحسنت الله. أحسنت أحسنت. جيد، خلينا نكمل حديثنا ونستفيد من الوقت. أحسنت، فلنحلق على كلامك الطيب. أكرمك الله. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يركز على في كل مضامين خطبته هي فيها الخير الكثير: من فطر منكم صائما، أو أي من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. كم نحن نتمنى أن يغفر ذنوبنا ما مضى منها. جيد، يعني قيل طبعا يا رسول الله فليس كلنا يقدر على ذلك، يعني أنا اليوم فقير لا نطيق. لا نطيق. النبي يجيب: اتقوا النار ولو بشق تمرة أو بشربة من ماء. تعال نتكلم عن أهمية الإطعام في شهر الصيام شيخنا العزيز. طبعا هنا محطة لغوية وكلكم لغويون هكذا.
وكلكم حقيقة تحملون ثقافة اللغة العربية. لا أريد أن أدخل هذا البحر الهائج. فرق كبير بين من أفطر ومن فطر. النبي يقول من فطر، لندع الشرح في جانب آخر في وقت آخر. أحسن. من فطر منكم مؤمنا صائما، دمج بين الصائم والمؤمن. ذكرنا في الليل الماضي الملاك والإيمان، والمصداق البارز الإيمان هو محمد وآل محمد. أحسن. محمد وآل محمد، وعلى رأسهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه. زين، أي دين هذا؟ أي تعقيدة هذه؟ أي ميزان هذا في قبول الأعمال؟ النبي يريد أن يقول هكذا، دع ما يتعلق بالضيافة في جانب آخر، أن شهر رمضان هذا الشهر العظيم روافد الخير، روافد الإطعام، روافد الإحسان، روافد الفضيلة فيها كثير وكثير وكثير، بحيث أنك لو تقتطف تمرة واحدة تخرج نواتها وتشق التمرة تجعلها نصفا، نصفا تأكله ونصفا تعطيه إلى مؤمن صائم، وكأنك عتقت رقبة وغفر الله ما تقدم من ذنوبك. العظم هنا وكل عظم هنا. أي دين هذا؟ طبعا ما حد ما يسوي يا رجل، معذرة، لا أنا ولا أنت ولا المحترمين الذين أمامنا، ولكن النبي يريد أنه يؤكد على آثار الإطعام. الله الله في الإطعام في شهر رمضان. نعم، فشهر رمضان شهر أنك تتحسس جوع الآخرين. أحسن. ليس تحسن نظري، هناك تحسس نظري وهناك تحسس عملي. التحسس النظري لا قيمة له يا حبيبي، كما كتبوا في الكتب، لا قيمة للتحسس النظري، عملي مع تطبيق. نعم نعم، التحسس العملي هذا الذي بينه إمامنا أمير البلاغة والفصاحة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، حينما قال: أقنع بن يقال لي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، ولا أشارك في مكاره الدهر وجشوبة العيش. والطعام كما تعلمون، والإطعام هذا دأبه البيت صلوات الله على المجمع، ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما وأسيرا في مكان آخر. ثلاث من مكارم الأخلاق: أن تلين الكلام، وأن تصلي والناس نيام، وأن تطيب الطعام. لم يقل تطعم، لا، تطيب. وهذا ما بينه الإمام علي في آخر لحظة من حياته الكريمة والعزيزة والشريفة، حينما قال لولدي المجتبى: ولدي أطعموا أسيركم مما تأكلون من طيب الطعام. ورأيتك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقودا. هذا علي بن أبي طالب. أنا معك، معك حتى مطلع الفجر. بوركت. أكرمك الله. الله يطلع. لذلك من فطر منكم أي عظمة. بعدين حتى إذا لم تتمكن أن يدك تصل إلى حقيقة النخل أو النخيل، ولم ترى تمرة شربا ولا بشربة ماء. إحنا لاحظ هذا الموضوع. أحسن. شربا ماء تشتري الجنة. أحسن. لو نلاحظ وما أحلاها لو كانت هذه الشربة حقيقة فيها ذكر الحسين صلوات الله عليه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أحد العلماء رحمة الله عليه لو كلمة جميلة مبكية، يقول: إذا أحسست بعطش وظمأ في أيام شهر رمضان، شهر رمضان، قل صلى الله عليك أبا عبد الله، أنقل شعورك إلى ظهر عاشوراء وإلى يوم الثامن من محرم صباحا، حينما قالت سكينة بنت الحسين صلوات الله عليها: لقد جفت الأواني في خيامنا، ماكو يعني ولا قطرة ماء، متى أعطوهم أنا لا أعلم، والذي يعلم فليقل لي. تفضل يا مولاي. طيب الله لك الأنفاس، وأحسنت وبوركت، و جعلك في رحاب محمد وآل محمد دائما. أجمعين إن شاء الله. خلينا نكمل. وإياك والآخرون. الله يزيد خيرك. خلينا نكمل، يعني نقتطف يعني من بستان خطبة النبي صلى الله عليه وآله الخير الكثير. أيضا يقول: من حسن منكم في هذا الشهر خلقا. يعني رسالة لكل في الشهر الفضيل لمراجعة النفس. نعم. وتحسين الأخلاق، وهدية حسن الخلق غالية جدا، جواز على الصراط. ومن حسن منكم خلقه في هذا الشهر كتب الله له جوازا على الصراط يوم القيامة. احنا سنعرف شنو الجواز. أخي الكريم، الجوازات كثيرة طبعا في يوم القيامة، الجوازات كثيرة. واحدة من هذه الجوازات ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه. واحدة من هذه أعظمها طبعا. واحدة من هذه الجوازات كما تعلم هي حسن الأخلاق. وعلى فكرة لا يستغل البعض
كلمة النبي صلى الله عليه وآله أنه من حسن منكم خلقوا في هذا الشهر، يعني أرجو المعذرة، هل أن حسن الأخلاق فقط في شهر رمضان؟ كلا وألف كلا. وكأن النبي صلى الله عليه وآله يعتقد نعم يخطأ من يظن هكذا، وإن شاء الله ليس فينا من يظن هكذا من المشاهدين والمشاهدات. وكأن النبي صلى الله عليه وآله يقول حسن الأخلاق في هذا الشهر ما هي إلا ولادة، إلا ديباجة مشرقة، إلا انطلاقة للشهور الأخرى، انطلق من شهر رمضان. إن شهر رمضان دورة بروفة تدريبية، تمرين جميل، رياضي روحي نفسية كلها. نعم. وقيمة الإنسان وقيمة كل أسرة ومجتمع في حسن الأخلاق، هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا غرست بماء المكرمات، أقربكم إلى يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإذا أصيب الناس في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، أقرأ عليهم الفاتحة. وإنما الأمم أخلاق ما بقيت فإنهم ذهبوا أخلاقهم ذهبوا، فإنهم ذهبت عفوا أخلاقهم ذهبوا، وقس على ما هكذا. زين، رسالة نبعثها لمن يعني قد يكون يتذمر في نهار شهر رمضان على أثر الصيام، ومن أقل من أقل كلمة تجده منفعلا عصبيا أنا صايم. أذهبت سر العبادة أمام الآخرين، لطيفة طريفة خفيفة حلوة جميلة. يقال إنه يوم من الأيام رجل كان مصليا، وإذا اثنين خلفه قالوا ما شاء الله صلاة هذا الرجل صلاة جدا خاشعة وخشوع وخضوع وخنوع لله تعالى جميلة، وإذا سمع هذا الحوار بين الاثنين أنهى صلاته وقال يا جماعة ترى أنا صائم أيضا، فأبطل صلاة ثواب صلاتي وصيامي. لا إله إلا الله. وقلنا في الليلة الماضية الزهراء صلوات الله عليها ماهية الصيام بينته أنه تثبيت الإخلاص، أنك تعمل عملا ولم نعم تعمل عملا وهذا العمل حقيقة لم تتوقع أجر منه إلا من الله تعالى. دال كارينجي الكاتب الغربي، لا أريد أن أستشهد بهؤلاء ولكن باب أنا من فمك أدينك. نعم. يقول أن النبي عيسى شافى عافى أبرأ الأكمة والأبرص، وبإذن الله طبعا بإذن الله تعالى أولج الأرواح في الأجساد بإذن الله تعالى، وكل الذين شافاهم وعافاهم لم يعطوا له أجر، بل لا يشكروا ما شكروه، والنبي عيسى استمر في عمله. هنا الإخلاص، نعم الإخلاص، وخاصة حينما يكون الإخلاص للحسين صلوات الله عليه كما قلنا في الليل الماضي، أخلص لمن تخدمه فالذي تخدمه قد أخلص لك بدمه. نعم، وصلنا إلى الفقرة اللي بعدها. من خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه. خلينا نتكلم عن مفهوم الإنفاق. نعم. وبالتالي أثره الدنيوي والأخروي طبعا لا يخفى على جنابك الكريم، الأخلاق موسوعة. شهر رمضان هو تهذيب الأخلاق وتهذيب الروح وتهذيب السلوك النفسي الإنساني، يعني الله تعالى أراد من شهر رمضان أنه أهذب أخلاقي بحيث أنه أمتنع. كم من الذين يصومون ولكن لا ربط لصيامهم إلا من خلال الجوع والعطش والأكل كما جاء في الرواية. قال النبي صلى الله عليه وآله اسمعوا محمدا يا أتباع محمد لما يقوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يقول بأبي أمي؟ يقول لو صمت فلتصم جوارحك، فليصم بصرك، فليصم سمعك، وليصم لسانك كله. وهناك فقرة إن شاء الله تمرون عليها إن شاء الله في المناسبات القادمة، أن النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال في الفقرة الرمضانية في مفردات هذه الخطبة؟ قال أيها الناس واحفظوا ألسنتكم عما لا يحل الاستماع إليه، وأبصاركم عما لا وغضوا أبصاركم عما لا يحل النظر إليه. لذلك يوم من الأيام لا داعي بذكر اسمها كانت تعمل أو كانت في بيت النبي صلى الله عليه وآله، وإذا سبت جارية واغتابت جارية النبي قال لها اذهبي وأكلي، كلي كلي افطري. قالت يا رب أنا صائمة. بعد إيش صائمة؟ حينما أكلت لحم جاريتك، جاء الجارية وصديقتك وفلانة وفلانة ذهب صومك. إذا صمنا فلتصم جوارحنا. من هنا تنطلق أهمية الصوم يا عزيزي في شهر رمضان، صوم لجميع الجوارح بما في هذه الجوارح
من حواس خمسة وغير أقل أو أكثر. جيد. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول أفضل العبادة قراءة القرآن. نعم. وآيات كثيرة يعني أعطت فضلا كبيرا كرامة لذلك الإنسان الذي يقرأ القرآن. زين. ربيع القرآن شهر رمضان. شهر رمضان نعم. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في خطبته المباركة يقول من تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. زين شيخنا، هل الالتزام بقراءة القرآن والواجبات والمستحبات تعد من الأساسيات لضمان المكتسبات للشهر الفضيل شهر رمضان؟ القرآن في كل أوقات حقيقة يعني يجدر بالمؤمن أن يتقيد به. وجود القرآن في البيت، موضعه، وجوده، النظر إليه حتى إذا لم يقرأ، رفع الغبار عنه، هذا كله خدمة القرآن. وما ظنك إذا يكون حقيقة قراءة القرآن من الأعمال العبادية التي جدا مهمة في شهر رمضان علاوة على الصيام والصلاة وصلة الأرحام والدعاء، قراءة القرآن. عندنا في الرواية أنه رتب الجنة وعدد سلم الجنة يوم القيامة 6666 مدرج هكذا. يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة. وكلما يقرأ آية يصل إلى قمة هذه السلمات. جميل. فليس هناك مكان إلا مكان الأنبياء. هنيئا لكم يا قراء القرآن. أي دين هذا لو قرأت في هذا الشهر من ألف إلى يائه آية واحدة الله تعالى كتب لك ختمة قرآن كاملة. وإذا القرآن 6666 آية يعني ختمة واحدة 6666 ختمة قرآن تقريبا هكذا. تشريف وإكرام من الله سبحانه وتعالى. ولا نقول ليس بإمكاني أن أفعل هذا الشيء. في حياة الإمام الرضا صلوات الله عليه إبراهيم العباسي سئل قال له صف لنا أحوال الرضا على الإسلام. أوصاف جدا كثيرة. قال وكان يختم القرآن كل ثلاثة أيام مرة واحدة. هذا في غشه غير شهر رمضان. وكيف في شهر رمضان ثلاثة أيام مرة واحدة؟ يعني بالشهر تكون حوالي 10 ختمة قرآن. وكان يقول هكذا كلما مررت على آية تدبرت فيها فيما نزلت سبب نزولها، وإذا كان فيها ذكر النار استعدت بالله تعالى من النار، ذكر الجنة طلبت الجنة. نعم. ليس كقراءتنا احنا احيانا معذرة من اول الشهر الى اخر الشهر يعني نتباهى نفرح ننتشي هكذا مسرورين انه ختمنا القرآن في الوقت الذي امتنا صلوات الله المجمعين. بعدين بسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة. إذا ليس بإمكاني أفتح القرآن هكذا في كل يوم وأنا أقود السيارة 50 مرة بسم الله الرحمن الرحيم، وكما تعلم في عقيدتنا أن البسملة آية من كتاب الله. 50 آية صارت. نعم. ومن المستحبات اليومية أن تقرأ أقل شيء 50 آية في اليوم. نعم. أحدهم لربما يقول ليس بإمكاني أن أقرأ. استماع القرآن أيضا مهم حبيبي في شهر رمضان وغير شهر رمضان. هل هناك أثر في الاستماع؟ نعم، القرآن بيّن هذا الشيء في آية عجيبة فاستمعوا له وأنصتوا. القرآن بإمكانك أن تتناوله بالقراءة، بإمكانك أن تتناول الاستماع فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولكن التركيز على التلاوة. ومن تلا آية واحدة من كتاب الله الكريم كان كمن ختم القرآن كله في غير مشروع. لذلك نحن حقيقة في هذا الشيء غارقون في بحار من الجود، ولكن يجب أن نطلب من الله تعالى التوفيق حتى يوفقنا حتى نصطاد هذه اللآلئ والدرر والأحجار الكريمة والأثمان العظيمة في هذا الشهر. جميل. نعم. جدا. هناك فقرة أظن مرت عليك دون أن تخفى على سمعك. فضل. الكريم. فضل. ومن خفف عما ملكت يمينه، أليس كذا؟ بلي. نعم. ذكرناها. نعم. بإشارة صغيرة ماذا تعني؟ يعني أيها المدير، يا رب العائلة، أيها المسؤول، إذا كان تحت إدارتك أنت الأب وأنت المدير وأنت المسؤول وأنت كان موظفاً، كان زوجة، كان ابناً، كان عاملاً، كان خادماً، كان سائقاً، حاول أن تتعامل معه ليس بجفاف ولا جفاء هكذا. خفف عنه العذاب، خفف عنه العقاب، خف عن المسؤولية هكذا، من المسؤول إلى رب العائلة إلى الأب والأم هكذا.
ومن خفف عما ملكت يمينه ومن خففت عما ملكت يمينه خفف الله عنه حسابه غضبه شره يوم القيامة. نعم أحسن بوركس. تعال نقف عند كلمة فيها بشرى، أيها الناس أن أبواب الجنان مفتحة. كيف نعم. نفهم أن أبواب الجنان تكون مفتحة في شهر رمضان شيخ؟ وكأنه هناك تعبير مجازي، يعني لربما واحد يسأل يقول شيخنا أو يا حضرة الأستاذ سيد علاء هل أنني أرى أبواب الجنان مفتحة؟ النبي يقصد من هذه الكلمة أنه إذا أردتم أن تفتح لكم أبواب الجنان في يوم القيامة فافتحوها في شهر رمضان. يعني شنو؟ يعني مفاتيح أبواب الجنة بيدك أي الإنسان في هذا الشهر، فإياك أن لا تدير بالك لا تفتح هكذا، إذا لم تفتحها فأنت الذي حقيقة مأيوس من رحمة الله تعالى، فلا تغلقها، فإذا أغلقت باب الجنة ستفتح باب النار أمامك، وأن أبواب النيران مغلقة أغلق أبواب النار في هذا الشهر من خلال هذا الدعاء، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في يوم القيامة. لذلك في ليلة القدر مستحب أنه قبل رفع المصاحف هكذا أن نقرأ 70 مرة اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، وهذا محطة هذا الدعاء في شهر رمضان. جيد، إذا نستطيع أن نقول في شهر رمضان هناك استبشار من قبل المؤمنين. نعم. هسه مرة يقال لفلان إذا ما أردت أن يستجاب لك الدعاء اذهب تحت قبة المولى أبي عبد الله حسين وادعو بدعاءك، ايش قد ينشره قلبه عندما يدعو؟ ليش؟ يعتبر تمام إجابة الدعاء تحت قبة الحسين. أكيد النبي أكيد. الأكرم صلى الله عليه وآله في رحاب شهر رمضان تقول أينما كنت اسأل الله سبحانه وتعالى يستجيب منك، أليس كذلك في بقوله أيها الناس إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة فاسألوا ربكم ألا يغلقها عليكم. يعني متى ما شئت أن تسأل الله هذا الشهر فيه كرامة بأن يستجيب الله سبحانه وتعالى. إن لحرم الحسين بقاعا في العالم إن لحرم الحسين بقاعا في العالم، لا أريد أن أقيس لا أريد أن أقيس هكذا، ولكن الذي لم يتمكن من يحضر تحت ظلال هذه القبة الحسينيات، مراكز الخير، دور الذكر، مراجع الجنة، المساجد، بيوت الله، هذه فلنستغلها يا عزيزي. إذا لم نتمكن من خلال القوانين الوضعية والقاسية التي لم تجعلنا أن نكون تحت قبة الحسين صلوات الله عليه، هناك بقاع لها ارتباط ولها امتداد لحرم الحسين صلوات الله عليه، فلنستغل هذه الأماكن أيضا كما ذكرت حضرتك. نعم الله يخليك. زين شيخنا، شهر رمضان ذلك الإنسان الذي يقول أنا يعني مبتعد عن الله، لدي معاصي، لدي، أقول له أتعرف إذا ما أردت أن تهتدي أن تطلب من الله التوبة الاستغفار وتدخل إلى رحاب الشهر الفضيل شهر رمضان، اطمئن واستغفر الله وادخل. ليش؟ لأن شهر رمضان الشياطين مغلولة مصفدة. نعم، نعم، لا تصل نعم، إليه. نعم. إذا ما أردت أن تتوب وتدخل إلى الضيافة الإلهية إلى الرحمة الإلهية فادخل. قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة، ليس بالسأم أو بالشؤم أو بالعبوسية أو بالبخل أو بالشوح، لا، بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، الضيافة ضيافتان، الدعوة دعوتان، هناك ضيافة أنا أذهب إليها ولكن غير مدعو، هذه فيها نشاط غير ذوقية غير أدبية خاصة عند العرب هكذا، هناك ضيافة لها دعوة، دعوة مخملية، دعوة جميلة، الداعي والله تعالى، دعيتم فيه إلى ضيافة الله. ناقل الدعوة من لهذه الضيافة؟ النبي صلى الله عليه وآله في هذه الخطبة الشعبانية الرمضانية. عناصر الضيافة ما هي؟ انظر إلى هذه الضيافة الرحمانية في شهر رمضان، عناصر الضيافة الموجودة في قاعة الأعراس وصالات الاحتفال والمأدبة في البيوت، الأكلات اللذيذة والأشربة، أليس هكذا؟ عناصر الضيافة في هذا الشهر أنفاسكم فيه تسبية. عزيزي زفيري، أرجو المعذرة من هالكلمة، الزفير الذي يخرج من خلال الشهيق، وهذا الزفير مواد سامة، وهذا الزفير الذي يدخل الرئتين مواد سامة، هذا الزفير الله تعالى يجعله تسبيح. زفيري يكون تسبيح، نومي في عبادة، أنا في شخيري المزعج، وهذا الشخير المزعج يتحول إلى شنو؟ عبادة، إلى تسبيح. حينما يقوم الصائم في الصباح الباكر بعد أن يتسحر، أرجو المعذرة من هذه الكلمة،
هناك رائحة ها لا أقول نتنة والعياذ بالله، رائحة خاصة أقول تخرج من فم الصائم. حديث القدسين الشريف، الله تعالى يخاطب النبي موسى: يا موسى لخلوف الرائحة، لخلوف فم الصائم عندي أطيب من المشك والعنبر. يعني المعادلات والقياسات كلها يعتريها التحول والتبدل والتغير في شهر رمضان. زفيري السامي تحول إلى تسبيح، أي شهر هذا؟ أي ضيافة هذه؟ جميل. وهلم جرى، هلم جرى، أحسن. فرد سؤال جدا مهم في رحاب خطبة النبي صلى الله عليه وآله، السائل أمير المؤمنين والمجيب هو رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول روحي له الفداء، فقمت فقلت: يا رسول الله أفضل الأعمال في هذا الشهر شنو أفضل الأعمال؟ النبي روحي له الفداء يجيب أمير المؤمنين، وهو يجيبنا نحن، حتما أمير المؤمنين يعرف هذه الأمور، يجيبنا نحن: أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. دعنا نختم مع هذا الكلام. نعم. قبل أن أجيب على هذا السؤال تسمحوا لي فضلوا أن أقاطعك، وليس من أدبي وذوقي عفوا لك الخير المهني والأخلاقي أن أقاطعك، ولكن لربما لكل جواد كبوة، وأنت حقيقة تمتطي صهوة الإعلام كما عرفتك من خلال بيانك الجميل. هناك فقرة ومفردة جدا جميلة، وهي النبي صلى الله عليه وآله ربط شهر رمضان بهذا الذكر الجميل: اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رب صل على محمد، موجودة لربما في الفقرة الرمضانية. جيد. ومن صلى علي في هذا الشهر، شهر رمضان شهر الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله، ومن صلى علي في هذا الشهر أثقل الله موازينه من الحسنات في يوم القيامة. جميل. طبيعة الصلاة حينما تكون على النبي صلى الله عليه وآله تكون على أهل بيتي أيضا، ونحن أمام الحسين صلوات الله عليه، هناك بيتان شعران فيما يتعلق بالصلوات على محمد وآل محمد. يلا خلي نستمع. اسمح لي واسمع لي ونعطر أسماعنا. أكرمك الله. إن الحسين من النبي محمد، الله صلى على محمد وآل محمد. حسين مني وأنا من حسين. إن الحسين من النبي محمد، ومحمد من ابنه المتفردي الباقر من ابنه السجاد، ومحمد من ابنه المتفردي، تجب الصلاة عليهما، وبالنبي قامت، ولولا آله لم تصعدي، كل الصلاة قبولها بتردده إلا بذكر الآل بعد محمدي. اللهم صل على محمد. أنا سمعت أصوات محمد. الزائرين والزائرات أمامي ما شاء الله بين الحرمين، هنيئا لهم وهنيئا لكم أيضا. لذلك من أعمال هذا الشهر، وكما تعلم كما قال الإمام رضا صلوات الله عليه، أنه من لم يقدر أن يكفر عن ذنوبه فليكثر، يعني فليدمن من الصلاة على محمد وآل محمد. يعني ذنوبنا حقيقة، وأنا أولكم أحمل برميل من الذنوب هكذا، إذا أردت أن أحذفها أمسحها أمحيها دلتي ها، أصلي على محمد وآل محمد. جيد. أما لدي آخر دقيقتين من الحلقة يا شيخنا، ونتكلم عن سؤال الأمير المؤمنين روحي له الفداء من رسول الله: أفضل أعمال في هذا الشهر الفضيل، قال الورع عن محارم الله. نختم بهذه الفقرة. طبعا على فكرة الإمام على صلوات الله عليه صاحب مقولة: سألوني قبل أن تفقدوني. أي؟ ليس معنى أنه لا يعرف، يعرف شاه من هذا الشيء. قلنا هذه رسالة لنا. نعم. وكم سائل عن حاجة عن أمره وهو عالمه. زين. ولكن الإمام صلوات الله عليه أراد أن يبين هذا الشيء، هذا الشيء الدفين. السائل أمير البلاغة، المجيب أفصح من نطب الضاد. أي سؤال وأي جواب من هذا؟ أخي الكريم، ألخص جواب النبي صلى الله عليه وآله حينما قالوا: يا علي أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله، ألخصه بدقيقة واحدة. نعم. النبي وكأنه يريد أن يقول هكذا: أيها الصائمون، أيتها الصائمات، أيها الإنسان، إذا في هذا الشهر مجرد أنك تقيدت بهذه الفريضة وبصلاتك اليومية، إذا تركت جميع المستحبات، مجرد أنك تتبعد وتجتنب وتبتعد عن الحرام، هو هذا يكفي. أنك تبتعد عن الحرام، هذا هو الورع عن محارم الله، والذي يعد في ذهن النبي من أفضل أعمال شهر رمضان. الله يوفقك سماحة الشيخ العزيز الحبيب الخطيب الحسيني الشيخ عبد الرسول الفراتي، سعداء جدا بحضورك معنا في هذه الحلقة وحلقة يوم أمس. لك كذلك. الخير، السداد، التوفيق، ليلة مباركة عليك،
شهر مبارك عليك إن شاء الله بقبول الطاعات إن شاء الله. أكرمك الله وأكرم المستمعين والمستمعات. شكرا جزيلا. الشكر موصول إلى كل مشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، ونحن نعيش معكم ليلة الصيام، ليلة الأول من شهر رمضان المبارك. أطلبوا من الله دائما وأبدا خلال هذا الشهر أن يعتقكم من النار. لماذا؟ في خلال هذا الشهر في كل ليلة أعداد كبيرة من الناس يعتق الله رقابهم من النار. نسأل الله أن يغفر لنا، يتوب علينا، يصلح أمورنا. أشكر لكم حسن متابعتكم لحلقات برنامج على أعتاب الضيافة الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.